حياكم الله في الصالون السياسي الذي نناقش فيه الليلة واقع العشائر العربية شرق الفرات ودورها السياسي والوظيفي في الجزيرة السورية، كما نتساءل عن أسباب عدم تمكنها من تشكيل جسم سياسي يمثلها ويتحاور مع الفاعلين المحليين والدوليين في ظل وجود قوات وقواعد عسكرية لعدة دول في تلك المنطقة. الجزيرة السورية رقعة جغرافية كبرى تضم طيفاً واسعاً من المكون السوري بأديان متنوعة وأعراق عديدة، يرتكز المكون العربي فيها على العشائر التي طالما كان لها تأثير مهم في الواقع الاجتماعي والسياسي في المنطقة. ومع مجيء حكم حافظ الأسد وضع استراتيجية واضحة في علاقاته مع العشائر، محاولاً تمييز بعضها من خلال المكاسب والامتيازات. ولعله لا يغيب عن الذاكرة الجمعية وجود مقاعد محجوزة في مجلس الشعب لأعضاء دائمين. ومع اندلاع الثورة لم تتأخر الجزيرة السورية في اللحاق بركبها، وتعرض ثوارها لما تعرض له كل السوريين الثائرين، واختلفت الآراء داخل العشيرة الواحدة على الموقف منها، حتى غابت المنظومة العشائرية وقوانينها، وخاصة في جيل الشباب الذي خرج من تلك العباءة. ومع تشكيل أجسام المعارضة السورية متتالية، كان لبعض وجوه العشائر في الجزيرة حضور واضح، وبرزت بعض الوجوه العشائرية داخل الجزيرة من خلال مجلس سوريا الديمقراطية، ولكن تلك المحاولات برمتها لم تعطي صورة واضحة لوزن تلك القبائل وأركانها، بينما فشلت كل المؤتمرات والاجتماعات التي حاولت خلال سنين الثورة السورية توحيد العشائر في جسم واحد يفرض رؤيته على واقع المنطقة، على الرغم من كل الخسائر التي منيت بها العشائر، خاصة أنها المتضرر الأول من وجود تنظيم الدولة الذي ارتكب مجازر كبرى بحقها. وبين كل تلك التحولات في منظومة العشيرة نفسها وواقع الجزيرة وسيطرة الإدارة الذاتية وسلطة الأمر الواقع، تبرز أسئلة مهمة عن أسباب غياب دور العشائر في القرار السوري، وكيف لم تستطع تلك القوة البشرية أن تؤسس لنفسها جسما مهما سياسيا أو عسكريا يحمي ما تبقى من وجودها ويعيد هيبتها إلى الواجهة لتكون حاضرة في سوريا بعد خلاصها من الجحيم. للحديث أكثر حول الموضوع أرحب بضيوفي من غازي عنتاب السيد واصف أزاب أمين سري المجلس العربي في الجزيرة والفرات، ومن أنطاكيا الكاتب السوري محمد حسان، كما ينضم إلينا عبر السكايب من فرنسا الكاتب معبد الحسون. أهلا وسهلا بكم ضيوف الكرام. أستاذ معبد، لو بلشنا معك وأنت البعيد يعني جسديا القريب لنا بروحك، كيف ممكن اليوم توصف لنا واقع العشائر في شرق الفرات ودورها في تلك المنطقة؟ مساء الخير لك أستاذ عمر والأخوة المشاركين والجميع الأخوة المشاهدين. الحقيقة يعني العشيرة هي تكوين انعكاس لطبيعة المجتمع بذاته، يعني هي خزان المجتمع الثقافي وذاكرته المجتمعية التاريخية. فإذا كان الآن المجتمع في شرق الفرات ولا في سوريا كله تدمر، فمن باب أولى أن تكون العشيرة أيضا جزء لحقها من الدمار ما لحق هذا المجتمع من دمار. تم ترهل وتفكك المجتمع ككل وليس البنى التحتية للمجتمع، ومن خلال هذا الترهل أيضا لحق العشيرة ما لحق بقية المجتمع. فالعشيرة جزء عضوي من هذا المجتمع وليست شيئا خارجا عنه منفصلا. يعني أنت تقيم تعطي أنه تقييم سلبي لدور العشيرة اليوم في شرق الفرات؟ الدور شيء،
كينونة العشيرة، حالها، أنت سألتني سؤال عن العشيرة كيف حالها اليوم، كيف تقيم وضعها؟ نعم واقعها، بس احنا نريد أستاذ معبد نريد نقيم واقعها اليوم من حيث الدور والجانب السياسي والوظيفي لها. نعم يعني نعم. ما نتكلم كعشيرة كمؤسسة اجتماعية في تلك المنطقة اللي هي قبلية بالذات يعني. فأنا نسألك اليوم شو دور العشائر اليوم؟ هل هناك دور للعشائر في شرق الفرات؟ دور سياسي، دور في سلطة الأمر الواقع؟ أنا شخصياً باعتقادي أنا أعتقد أن العشيرة يعني لا أقول ليس لها دور، ولكن دورها ضئيل جداً، يحاول تضخيمه، يحاول النفخ فيه كثيراً وإعطاء زخم أكثر من حقيقته، أكثر من واقع الحقيقي يعني. أيوة العشيرة يعني لازم نحن نأكد على حقيقة أنه العشيرة ليست بديلا عن التكوين السياسي او المؤسسه السياسيه في المجتمع، فاذا وانما هي التعبير عن مزاج اجتماعي واقتصادي وثقافي وتاريخي عام يعني. تنصب كل خيوط الثقافه المتجمعه الاقواميه الجماعيه للناس، بتنصب وبتشكل مزاج عام في هذا الوعاء. لكن اليوم الواقع سياسي، الواقع السوري عامة والواقع في الجزيرة الفراتية وفي شرق الفرات هو واقع سياسي. فإذا كان هذا الواقع سياسي، العشيرة ليست مؤهلة أن تعبر تعبيرا سياسيا لأنه ليس من اختصاصها يعني. ما هي موجودة العشيرة بالأصل لتكون مؤسسة سياسية بديلة عن الحزب مثلا. طيب خليني، هاي نقطة في غاية الأهمية راح أرجع لها، بس أروح للأستاذ محمد حسان من أنطاكيا. أستاذ محمد، الأستاذ معبد سمعته عم يقول أنه هناك دمار أصاب العشيرة وليس لها دور فاعل اليوم في منطقة شرق الفرات، هل توافق الرأي ولا عندك رأي آخر مخالف لي؟ نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وأيضا للضيوف الكرام. بالنسبة لقضية دور العشيرة بالمرحلة الحالية، يعني أنا أعتقد أنه دور العشيرة تراجع، أو هو يعني أمر مو وليد الثورة السورية. الدور السياسي للعشيرة هو تراجع بشكل ملحوظ من تأسيس الدولة السورية الحديثة، وإن كان يعني الآن يعني يعيش أسوأ حالاته خلال السنوات الثمانية الماضية، واللي شهدت القسم الأكبر منها يعني سنوات الثورة السورية. العشيرة الآن يعني هي لا تقوم بأي دور سياسي داخل المجتمع السوري أو الحياة السياسية السورية. طبعا العشيرة لها دور وظيفي الآن يتم يعني إيكاله لها. طبعا هذا الدور الوظيفي يختلف من جهة إلى أخرى، ومن فاعل إقليمي إلى فاعل إقليمي آخر. طب خليني أستاذ محمد، لو سمحت لي خلينا نتكلم بالدور الوظيفي للعشيرة اللي توظف من الأطراف الفاعلة محليا، بعدين نروح للأطراف الإقليمية. النظام كيف وظف العشائر اليوم في سوريا؟ نعم يعني أنا يعني الآن في محافظة دير الزور، يعني النظام يقوم بثلاث يعني يكل للعشائر ثلاث أدوار وظيفية. الدور الأول هو يعني الدور الحفاظ على الأمن والاستقرار داخل المناطق اللي سيطر عليها مؤخرا أو آخر عام 2017 في الجهة الغربية من محافظة دير الزور أو غرب نهر الفرات. طبعا النظام عم يعطي هاي العشائر دور في حماية هاي المناطق والحفاظ على أمنها عن طريق يعني تزويدها بالسلاح وتشكيلها مجموعات عشائرية مقاتلة، هي عبارة عن أجسام عسكرية رديفة للمؤسسة العسكرية لنظام الأسد. طبعا في دور وظيفي آخر يتم إيكاله للعشائر في محافظة دير الزور أو في المناطق اللي سيطر عليها النظام بشرق سوريا بشكل عام، وهو دور يعني محاولة يعني يعني استخدام العشيرة كأداة لتطويق الحركة المعارضة للنظام السوري عبر يعني افساح المجال امام بعض الشخصيات العشائرية لأخذ دور الوسيط بين النظام والهيئات او جهات المعارضة السورية سواء كانت السياسية والعسكرية من ابناء العشائر لإجراء مصالحات معينة بعد ما دخل اجزاء كبيرة من المناطق في محافظة دير الزور وريف الرقة الجنوبي والشرقي.
طبعا هذا الدور يعني هو الدور الوظيفي الثاني اللي تقوم فيه العشيرة واللي موكل لها من قبل النظام. في دور آخر يعني يتم إعدادها له، واللي هو أنه تكون أداة حادة لاستيعاب حالة التطرف اللي شهدتها المنطقة الشرقية من سوريا، خاصة بعد ما يعني عششت الجماعات الإسلامية داخل هذه المناطق لفترات طويلة خلال السنوات الماضية. جيد، بدي أروح للأستاذ واصف. أستاذ واصف، سمعت الأستاذ محمد يتكلم عن عدة أدوار وظيفية تقوم بها العشيرة وظفها النظام لصالحه. اليوم بالحسكة على سبيل المثال اللي أنت حضرتك منها، هناك سلطة أمر واقع هي سلطة الإدارة الذاتية. كيف ممكن تقيم لنا اليوم دور العشيرة في ضمن منطقة الحسكة، لو خصصنا عن الحسكة ضمن الإدارة الذاتية؟ نحن شفنا أنه في عشائر العشيرة نفسها منقسمة بين مؤيد وبين معارض وبين آخر متطرف. العشيرة عائلة المشيخة في ضمن العشيرة أيضا نشوف في انقسام، في حد مع النظام، في حد معارض للنظام، في حد مع قسد. كيف ممكن تقيمين الواقع العشيرة أيضا بالحسكة؟ أول شيء مساء الخير للأستاذ عمر ولضيوفك الكرام والأخوة المشاهدين جميعا. طبعا يعني احنا استمعنا لآراء الأخوة المشاركين. العشيرة أصلا أستاذ عمر هي منظومة عمرها آلاف السنين، وهي المنظومة يعني يتطور دورها أو تأخذ دور أكبر حسب حالة الدولة. لما نكون الدولة فيها مؤسسات ودولة يعني يسود فيها القانون، فالعشيرة يخف دورها بشكل طبيعي، وهي حالة ليست سلبية. ولما نكون في عندك غياب لحالة الدولة وحالة في عبر التاريخ كله، هون تلجأ الناس إلى منظومة العشائر في هاي الحالة. فطبعا بالنسبة للعشائر، على سؤالك، في محافظة الحسكة هي ما تختلف عن بقية المناطق، يعني الجميع يدعي انه هو يتعامل مع العشائر ويمثلها، والحقيقة انه ما في حدا ممثل العشائر، يعني لم يمثل احد العشائر، لا النظام ولا قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية ولا حتى يعني المعارضة، يعني ما اخذت تمثيل العشائر الحقيقي. ليش بسببك استاذ واصف؟ دورها في يعني اولا العشيرة مثل ما انتم حكيتوا بالتقرير مثل ما حكيت انت، ما في موقف واحد لكل افراد العشيرة، وهذا الشيء يعني ليس غريب، يعني مثل الحالة في كل سوريا، انه والله العشيرة الفلانية هي محسوبة على المعارضة والعشيرة الفلانية محسوبة على النظام، أو كل العشائر موقفهم واحد بأنه العشيرة دائما هي بعيدة عن يعني، وخاصة في سوريا وفي دور النظام يعني كانت بعيدة عن القرار في سوريا، وهي دائما تشعر نفسها أنه محيدة عن القرار. فهي أيضا في دور لما سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة، نفس الواقع تم ممارسته، تم تحييد الكل، وتم الادعاء بأنه في تمثيل للعشائر تحت مسميات، يجيبوا شخص من هون ولا شخص من هناك كحالة مكياج أو حالة تجميلية، ويتم الادعاء أنه ممثل العشيرة. الحقيقة لا يوجد تمثيل، والتمثيل الحقيقي للعشيرة ورغبة العشائر بأنه يكون سوريا يعني الجميع ممثل فيها، طبعا بمفهوم اليوم اللي نحكي فيه بالحالة السياسية، مفهوم الديمقراطية، مفهوم مشاركة الجميع. ولما أنت تعرف أنه كان في عندنا شخصيات مهمة في الجزيرة السورية، أعضاء في الكتلة الوطنية بالخمسينات، يعني ممكن نذكر أسماء يعني منهم دهام الهادي وعوينان الجربة، وفي أسماء يعني من الحسو، يعني كانوا أعضاء في الكتلة الوطنية وكانوا مشاركين فعالين مع يعني بقية العش في الخمسينات، يعني وكانوا على مستوى عالي من الحالة الديمقراطية في يعني البرلمان، وكان لهم كتلة ولهم يعني كتلة يعني وازنة في. طيب بس أنت تشوف، أنا أفهم من كلامك أنه أنت ترى أنه دور العشائر اليوم مفقودة وغير موجود. دور العشائر اليوم يعني العشائر هي مثل ما حكينا، هي بنية موجودة، منظومة موجودة ضمن النسيج السوري، وأنا أعتقد أن العشائر هي لازالت من أكثر المنظومات المتماسكة لحد الآن. أنت لازم تعرف أنه في المناطق، إذا نحكي عن شرق الفرات،
طبعا يمكن في منطقة الحسكة يتجاوز العشائر 60 أو 65% من المحافظة. بس أعطيني الشواهد على تماسكها واصف. أعطيني الشواهد على تماسك العشيرة. أول شيء ما في أي نزاع بين أي بين القبائل. ما في يعني تضاد في المواقف بين القبائل. ما في أي حالة يعني لم تستخدم العشيرة بشكل واضح. يعني ممكن تستخدم بعض الأسماء في بعض القوات، أما لم تستخدم العشيرة في شكل واضح في طيب. مثلا قمع الثورة السورية أو في يعني حالة الثورة أيضا تحت مسمى عشيرة يعني واضح. أنت عارف أحسن مني، أنت يعني بالقامشلي، العشيرة بالقامشلي على سبيل المثال استخدمت نعم. بعض العشائر بعض وجهاء العشائر لقمع الثورة وقمع المعارضة هناك منهم الدفاع الوطني وغير الدفاع الوطني. هذا شيء واقع. يعني كان في عندك هذا مئات من الأشخاص من مشارب مختلفة، والدفاع الوطني لا ينتمي لعشيرة واحدة وإنما بعض الأشخاص متنوعين. يعني طيب. هذا الأمر ما في عشيرة إنه تتبع لها الدفاع الوطني. طيب خليني أشخاص في أشخاص يعني وجهاء يعني مئات يعني صحيح، بس هم وجهاء في وجهاء نعم ولهم في وجهاء كلمة على مجموعة يعني كبيرة من العشيرة. بس بدي أروح للأستاذ معبد. أستاذ معبد، اليوم بالرقة على سبيل المثال واللي هي يعني ذو طابع قبلي ولها امتدادات حتى يعني مع دول الخليج القبائل الموجودة بالرقة مثل باقي القبائل في الشرق السوري، اليوم نشوف يعني كان في غياب لدول الخليج خاصة في دعم قبائل الرقة أو في يعني في تقوية قبائل الرقة ضمن قوات سوريا الديمقراطية. يعني مؤخرا طلع خبر المئة مليون دولار اللي يعني أرسلتها السعودية أو دعمت هي لإعادة الإعمار شرق الرقة. أنت ممكن تفسر لنا كمان دور الخليج في دعم القبائل، هل كان دور سلبي أو دور إيجابي؟ طبعا الخليج يعني دور إلى حد ما سلبي ودور محدود أيضا. الدول الخليجية لعبت دور الممول للإرادات الدولية، يعني كانت سياسيا متنحية غير فاعلة، ليس لها مشروع سوري محدد. ما أحد بيعرف شو بدها الدول الخليجية الآن من سوريا، من الثورة، من كل ما حدث في سوريا خلال 8 سنوات، سوى أنه تدفع أو لا تدفع، تمول هذا الجانب أو هذا الجانب. هذا كل شيء لعبته الدول الخليجية. أما دور مميز على المستوى السياسي، مشروع لمجلس التعاون، لا يوجد. أنا أعتقد كثيرين شاطروني الرأي أنه ما في شيء مميز سياسيا بالنسبة للدور الخليجي. بالنسبة لسؤالك حول يعني ليش ما دعمت العشائر، لأنه الحقيقة كانت الساحة السورية عم تمشي بإيقاع الفاعل الدولي. الفاعل الدولي هو يوجهها كيفما أراد كيفما شاء، يتراجع الجيش الحر، يتقدم جيش النظام، تحتل منطقة، تدخل داعش، تخرج داعش إلى آخره. فكان عمليا العشيرة جزء، مثل ما ذكروا الأخوة الآخرين المتحدثين، ذكروا أن العشيرة كانت دور أداتي وظيفي داخل هذا الحدث الكبير السوري. ما كانت العشيرة مستقلة أبدا، لا بقرار ولا بإرادة مستقلة، ولا كان في يعني خط واضح أنه هاي العشيرة هيك رأيها أو قرارها. طبعا لأنه قلنا لأنه العشيرة الحقيقة ما بدنا نكلفها أو نحملها أكثر من وظيفتها الاجتماعية والتاريخية. العشيرة ليست مؤسسة حزبية ولا يمكن ان تلعب هذا الدور اطلاقا. بس نحن استاذ معبد ما نتكلم عن الوظيفه السياسيه للعشيره في الوقت الحالي. انت ادرى عندما تضعف الدوله وتكون قوه الدوله المركزيه ضعيفه على امتداد الرقعه الجغرافيه، يعني تبرز دور العشيره في المناطق اللي لها بعد قبلي. يعني كان في دور تاريخي للقبيله منذ معركه القادسيه الى حركه التحرر الوطني، سواء في الثوره العربيه الكبرى او الثوره السوريه الكبرى، وانت عارف احسن مني هذا الواقع. فالعشيره كان لها دور تاريخي ودور نضالي ودور وطني. واليوم ما يحصل في سوريا، عندنا قوات احتلال في سوريا، عندنا نظام ايضا يعني مصادر الدوله ومحتل الدوله بين قوسين اذا قدرنا نعرفه. بالتالي هذا الدور التاريخي اللي تتكلم عنه غايب للعشيره وكان موجود. انا بدي اختلف معك بجزئيه. تفضل.
العشيره يعني مشان ما نحن نقول انه عبر التاريخ من القادسيه العشيره كانت تقوى لما تضعف سلطه الدوله والعكس صحيح. هاي المعادله يعني في عليها امثله كثير تاريخيه انه ما هو دقيقه كثير يعني. ما في مشكله بس نروح على الدور التاريخي هلا للقبيله. معلش بس اسمح لي تفضل. بتوصيف العشيره كانت تلعب دور المزاج العام لهذه الكتله الاجتماعيه الكبيره او الصغيره يعني مجموعه من الافراد متماسكين بحكم القرابه بحكم الصلات والارتباطات العائليه. هذا التماسك يمثل انعكاس مزاجي عام وموقف الى حد ما موحد عبر التاريخ. فكان التسابق لكسب العشيره هدفه او الغايه منه هو ان تكون العشيره مصطفى الى جانب السياسي. اليوم يعني لما كان النظام قوي في سوريا ما كان يغفل دور العشيرة وإنما كان يحاول يتقرب منها، لأنه كما قلت لك هي وعاء آراء للناس يعني. طيب. لما راح النظام أو ضعف النظام إجا داعش شكلت مجلس عشائر وحاولت تتقرب من العشائر وتبني صلات معهم. لما راح داعش الآن قوات سوريا الديمقراطية أو قسد أيضا نفس الدور، ولو تكرر من الميليشيات أو من سلطات الأمر الواقع هذه لو تعاقب عليها أكثر من 100 فصيل ستأخذ نفس الموقف من العشائر. مشان يعني نميز إنه العشيرة ما هي عبارة إنه فقط ضعفت الدولة قامت العشيرة، قوية الدولة نامت العشيرة، لا ما هيك المعادلة. طيب أنا أريد بس يعني منكم أنه يعني ننتبه أنه إحنا ما بدنا ندخل يعني بكينونة العشائر وأصول العشيرة والبعد الاجتماعي للعشيرة، إحنا نتكلم عن واقع قريب الآن للعشيرة وعن دورها الفاعل اليوم أو غير الفاعل في سوريا سواء سياسيا أو عسكريا أو حتى اجتماعيا. بدي أروح للأستاذ محمد. أستاذ محمد حسان بدير الزور برز دور كبير لإيران في تشييع بعض وجهاء العشائر في تلك المنطقة، ويعني واستغلال يعني هذول المشايخ هذول أو الوجهاء هذول استغلالهم قبليا من أجل خدمة مصالح إيران. أنت كيف تقدر حجم يعني هذه العشائر اللي تشيعت أو لها أو اليوم إيران لها نفوذ عليهم في المنطقة؟ كيف تقيم دورها اليوم؟ نعم حقيقة هذا المشروع الإيراني يعني عملت عليه يعني بفترات زمنية بعيدة وعادت العمل عليه حديثا يعني بعد بنهاية عام 2017 بعد السيطرة على أجزاء كبيرة من محافظة دير الزور. طبعا إيران يعني عم تحاول تستخدم يعني بعض الشخصيات العشائرية من أجل الترويج المشاريع يعني على رأس هاي الشخصيات نواف البشير شيخ عشيرة أو قبيلة البقارة، إضافة للشخصيات يعني محسوبة على قبيلة العقيدات وأخرى محسوبة على عشائر أخرى متفرقة. طبعا المشروع الإيراني يعني يمشي يعني بخطى يعني متواترة وسريعة. يعني الآن تم فتح الكثير من الحوزات الدينية إضافة إلى مدارس التعليم. شو حجم التأثير يعني محمد؟ شو حجم التأثير؟ شو حجم التأثير لهذول حقيقة الأشخاص؟ يعني 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 سواء الجانب الإيراني أو الشخصيات المحلية من اللي عم تحاول تشتغل معها إيران في المحافظة إلى الآن لم يعني تحدث أي تأثير يعني فارق يعني. وبصراحة يعني قضية التشيع لا زالت مقتصرة على الجيوب التي يعني هي من أساس أو خلفية مذهبية شيعية اللي هي حطلة ومرات وهي مناطق يعني واقع شرق نهر الفرات ولكن خاضعة لسيطرة الروس والإيرانيين. إلى الآن يعني المجتمعات المحلية لم تتأثر، يعني إيران لم تنجح في يعني كسب المزيد من أبناء المحافظة أو تشيع يعني أبناء المجتمعات المحلية. هي تقوم بعمليات تغيير يعني ظاهرية يعني إنشاء مساجد حوزات دينية
هذا الفارق الوحيد حتى اللحظة. ممكن عدم وجود يعني يعني معظم أهالي المنطقة يعني حتى سبب أسباب عدم نجاح الجانب الإيراني في حالة رفض قبلي لهذا التشيع، في حالة رفض قبلي لحالة التشيع السياسي. هذا هنتكلم عن التشيع كمفهوم سياسي وليس كمفهوم عقائدي أو ديني في المنطقة. تمام. حقيقة يعني في 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 ملحوظة وحيدة يعني في محافظة دير الزور أو المناطق الخاضعة على سيطرة النظام، يعني هناك يعني قبائل أو عشائر يعني أو شخصيات عشائرية يعني معروفة هي موالية للنظام السوري، ولكن يعني أخذت مواقف يعني بعد التدخل الإيراني والروسي يعني بالمحافظة يعني ورفضت هذا التدخل. يعني أنا أستطيع أن أذكر لك أحد هذه الشخصيات اللي هو مهنا الفياض الشيخ عشيرة البوسراية، هو أحد أهم الشخصيات الموالية للنظام السوري في محافظة دير الزور، ولكن هذا الشخص يعني يعتبر العمل إلى جانب النظام هو عمل ضمن الخطوط الوطنية يعني، ويرفض العمل تحت الرعاية الروسية. يعني مقاربة غريبة، يعني مفارقة غريبة يعني ضد إيران ومع النظام، شيء غريب ما نقدر نفهمه. بس في نقطة هون محمد حسان، في دور خليجي بهاي المنطقة؟ طبعا الدور الخليجي يعني بلش يعني بفترة متأخرة. الدور الخليجي يعني بدأ من بعد زيارات ثامر السبهان للرقة ومحافظة دير الزور خلال الفترة الماضية. كثير وفود يعني رسمية سواء كانت سعودية أو إماراتية زارت منطقة شرق سوريا أو المناطق الخاضعة لسيطرة قصد شرق نهر الفرات. طبعا السعوديين يتوجهون لدعم قصد. طبعا الهدف من التوجه لمناطق شرق الفرات يعني ودعم قصد والمجتمعات المحلية الخاضعة لسيطرة قصد في الرقة والحسكة ودير الزور ودفع المبالغ المادية، يعني ليس محبة بتلك المجتمعات ولكن السعوديين أو السعوديين والإماراتيين يعني يحاولون يعني إيجاد رأس حربة لمحاربة المشروع الإيراني في سوريا. ووجدوا في منطقة شرق الفرات يعني يعني النقطة اللي هم قصد، وجدوا قصد، ما وجدوا مكون قبلي آخر، وجدوا ضمن قوات قصد صح؟ حقيقة يعني الآن الإشكالية الحاصلة يعني هناك تخوف من المجتمعات القبلية أنه السعوديين يتوجهون لقصد يعني ويستثنون المكونات العربية سواء كانت من خلفيات قبلية أو غير قبلية. لكن يبدو هناك يعني مشروع ولكن لم تتبلور يعني رؤية له، يعني ما زال غير واضح. ولكن التحليلات التي يعني يتم طرحها أنه لن يترك الموضوع لقصد بالشكل الحالي، ولكن ستقوم يعني في حال استمرار المشروع طبعا بعد الأحداث الأخيرة يعني وقضية السجال المحور التركي القطري والسعودي الإماراتي قد تتغير المشروع، ولكن هناك رؤية أن السعوديين سيقومون محمد يعني تسهب بالتفاصيل جدا يعني وعم تأخذ وقت واصف. خلينا نروح لواصف. واصف، تشكلت عدة مجالس يعني بين قوسين كانت تدعي أنها يعني مجالس تمثل القبائل في سوريا، نتكلم أبان الثورة السورية، بس إلى اليوم يعني ما في ولا مجلس من هذه المجالس أو ولا كيان سياسي فاعل أو له دور فاعل حقيقة على الأرض، يعني أو قادر يكون له دور فاعل على الأرض أو قادر يخاطب الفاعلين المحليين وحتى الفاعلين الإقليميين والدوليين. شو سر فشل قيام جسم سياسي يكون ممثل حقيقي لقبائل شرق الفرات؟ الحقيقة احنا استاذ عمر يعني ما بحثنا عن يعني كحالة أبناء القبائل من الجزيرة، ما بحثنا عن تمثيل جسم يمثل العشائر كلها، لأنه هاي حالة يعني مثل ما تقول شبه مستحيلة أنك أنت تجمع القبائل، ومثل ما حكينا أنه في آراء مختلفة، وإنما عملنا في على تشكيل شيء يعني هو المجلس العربي في الجزيرة والفرات مثلا اللي تأسس بالشهر التاسع في وقبله القاهرة. ايضا تشكلت عده مجالس، يعني مجلس القبائل وغير يعني في عده مجالس تشكلت وبعدين اندثرت. انا راح احكي عن تمام عن 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 الفكره اللي احنا هي ليست يعني المجلس العربي ليس مجلس قبائل، وانما في تمثيل لشخصيات بارزه من القبائل وايضا لمثقفين وسياسيين
من هاي القبائل اللي موجودة في منطقة الجزيرة والفرات من محافظات الثلاث، فهي ليست يعني ليس جسم يمثل القبائل، لأنه مثل ما حكى الأستاذ معبد إنه القبائل ليست جسم سياسي في الأصل، وإنما فيها شخصيات سياسية مهمة، وإذا يعني تحب نذكر لك أسماء إحنا يعني ما أريد ندخل بالأسماء، ما أريد ندخل بالأسماء، إحنا أريد ندخل بالدور. تمام. بالدور تمام. المؤسسات يا ياسر واصف، اليوم هل في دور فاعل لهذه المجال السياسية؟ تمام. يعني اعتقد المجلس يعني المجلس العربي هلا لازم يكون يقوم بدور اكبر. يعني صار في يعني اجتماع مع الجامعه العربيه تم نقل وجهه النظر ايضا مع بعض الوزراء العرب، صار في زياره لنقل وجهه النظر لروسيا باعتبارها دوله مؤثره. عندكم امتداد على الارض استاذ واصف، هاي المجالس يعني لها امتداد على الارض، لها سلطه طبعا. لها جناح عسكري على الارض. سلطة يعني هلا جناح عسكري وسلطة على الأرض، تعرف أنت المعادلة كيف محكومة. إحنا فينا طبعا موجودين ناس على الأرض وموجودين يعني في حالة يعني كثير من الأعضاء المجلس موجودين في الداخل وموجودين في المحافظات الثلاث، وأيضا يعني في حالة من الشباب المؤيدين، لكن هل لا يوجد سيطرة على الأرض أنت تعرف. وهي المعادلة عم تتحكم فيها دول كبرى يعني يعني اليوم في سوريا اللي مخلي قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على المحافظات الثلاثة والولايات المتحدة يعني، وإذا بدك أيضا في فرنسا وبريطانيا وراهم، بحيث في دول متضررة من هاي الحالة هي أكبر على القدرة على التأثير، وهي مثل ما تقول يعني ما عم تقدر تسوي التغيير المطلوب. فالسيطرة على الأرض فرضته دول الكبرى في المنطقة، وبهذه المناسبة الدول يعني الدول الكبرى يا أستاذ واصف خليني اسمح لي شوي، الدول الكبرى بتدعم القوي على الأرض، بتدعم المنظم على الأرض، بتدعم اللي عنده رؤية على الأرض. العشائر ما كان لها هذه الرؤية، بالتالي لا تجي أنت يعني ترمي فشل العشائر على الدول الكبرى، لأنه لو كان في تنظيم حقيقي من بداية الثورة لهذه القبائل سواء بجسم سياسي أو عسكري كانت أكيد الدول تعاملت معها. تمام. احنا اذا بدك في عندنا يعني مثال حاولنا نشتغل فيه على الارض وتم التعاون مع التحالف الدولي قوات النخبه يعني تم ايضا دعمها من يعني للاسف يعني لا نلقي اللوم فقط على العشائر وانما على الحاله الثوريه، كان في يعني محاوله لايجاد يعني محاوله ايجاد يعني ارضيه لتواجد يعني يمثل السكان، يحاول حتى صار في مفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية لدور حقيقي. طيب. يعني وتم تقديم نصائح لهم. طيب. أنه يعطوا دور حقيقي. فهي المناسبة يعني أنا بس يعني ما أريد نعبر على شغلة مهمة حدثت في الفترة الأخيرة، هي مقتل الشيخ بشير فيصل الهويدي. هذا يمثل على كيف سطوة القوة المسيطرة على الأرض هي قوات سوريا الديمقراطية وتعاملها. يعني إذا ما كانت هي متهمة باغتيال مباشر للشيخ بشير الهويدي شيخ العفاد، على الأقل هي متهمة بأنه هي مسيطرة على المنطقة ويجب أن تؤمن الحماية. طيب. ومن وراها قوات التحالف، هاي طريقة التعامل. طيب. أنا رح أرجع يتم اغتياله، رح أرجع لاستكمال كل هاي المحاور، لكن بعد فاصل قصير لازم أطلع فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونعود لاستكمال الصالون السياسي. شلفته كلاب ونجسين، وفي حرمية من البطر، في حرمية من القلة.
هدول الدنيا كلها تسكرت بوشهم. هدول اللي ما حدا بيزعل منهم شو ما سرقوا وشو ما عملوا. هدول اللي كانوا نضاف مع كل العالم بس ما حدا كان نضيف معهم. كل أجزعت أبوه ورفعت مناخيره بمصرياتك أنت وصار لازم تاخده 50-50. لا تخشى شيء 50-50 يا رباب. رؤوف معك، يعني الكون كله ما رح يقرب عليك. تراب عمي، تراب نحنا، وإيمك ما بدهم بيرشونا مي ومنصير طين. مسلسل الولادة من الخاصرة على تلفزيون سوريا في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الثاني من الصالون السياسي الذي نناقش فيه دور وواقع ومستقبل العشائر في شرق الفرات. أستاذ محمد حسان، لو رجعت معك كنت سألت الأستاذ واصف عن فشل القبيلة والقبائل في شرق الفرات في تكوين جسم سياسي يمثلها أبان الثورة، يعني طوال هاي 8 سنوات. أنت تعتقد أنه كل المحاولات نحو تكوين مجالس سياسية ولها أذرع عسكرية تقول أنها تمثل القبيلة كانت عبارة عن مجالس لإبراز شخصيات محددة في المعارضة والثورة وتسويقها دوليا لجلب الدعم أو لجلب النفوذ، أم فعلا كان في محاولات حقيقية من أجل تمثيل المكون القبلي في شرق الفرات؟ حقيقة يعني خلال سنوات الثورة يعني جرت كثير من المحاولات للتمثيل، لكن هذا التمثيل يعني سبب أو فشل التمثيل السياسي للعشائر هو يعني شيء مرتبط بالحالة السياسية السورية، يعني هو جزء من 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 الحالة السياسية السورية. يعني الحالة السياسية السورية فشلت في تجميع القوى المعارضة، والعشائر هي كانت أحد أجزاء هذه المعارضة السياسية، وبالتالي هي فشلت في هذا الموضوع، ورغم أنه يعني حصلت على الكثير من المقاعد داخل المجلس الوطني وداخل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وإن كانت يعني عملية اختيار الشخصيات يعني كانت ممكن يعني لم تجرى بطريقة جيدة أو لم يعني تؤخذ ضمن يعني يعني معايير معينة، ولكن حالة الفشل داخل العشائر هي مرتبطة أيضا بحالة الفشل في إيجاد أجسام يعني سياسية تمثل الواقع الحقيقي للمعارضة السورية وللشعب السوري. لا يمكن عزل العشيرة عن الحياة السياسية السورية، ونقول أن هناك أسباب مختلفة يعني في أدت لعدم تشكيل أجسام سياسية يعني تمثل هذه العشائر، بمعزل عن الهيئات السياسية السورية الأخرى. بس أنت تعتقد أستاذ يعني محمد تعتقد أنه أحد أسباب فشل هذه المجالس قيامها على الفردانية، على الانفرادية، على محاولة شخص ما أو وجيه ما بأن يستخدم هذا المكون السياسي لتسويق نفسه؟ طبعا حقيقة يعني كل العشيرة يعني وانقساماتها يعني خلال المرحلة الماضية كل شخص يعني يقوم بمحاولة أنه يعني ادعاء أنه يمثل هذه العشيرة، سواء كان هذا الشخص يعني من مؤيدي النظام أو من مؤيدي يعني فصال أو المعارضة السورية، أو الآن من 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 إذا دخلنا داخل يعني هيئات المعارضة السورية يعني أشخاص يحسبون نفسهم على المعارضة السورية والجيش السوري الحر، وشخصيات أخرى تدعي تمثيل القبيلة داخل يعني الفصائل الإسلامية مثل تنظيم داعش خلال فترة سيطرته على المحافظة، الآن بعد سيطرة قوات سوريا الديمقراطية يعني رأينا كثير من الشخصيات تدعي أنها تمثل القبيلة وهي تعمل إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية. طبعا حقيقة يعني أحد أسباب الفشل للأمانة يعني هو غياب الشخصيات يعني العشائرية الحقيقية يعني، وطبعا هذا الأمر يعني حصل نتيجة التمايزات داخل صفوف العشيرة، يعني بعض الشخصيات التي كانت هي يعني تمثل بيت الزعامة الحقيقي داخل العشيرة يعني من ما حسبت على النظام السوري يعني اضطرت بعض الشخصيات التي هي من الصف الثاني والثالث من إدراج نفسها على أنها هي تمثل العشيرة، وذهبت باتجاه مثلا المعارضة السورية، والبعض ذهب باتجاه القوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية، ورأينا أيضا في فترة سيطرة تنظيم داعش يعني بعد أن فشل في إيجاد بعض
الشخصيات العشائرية من الصف الأول والصف الثاني، يعني عمل على رفع شخصيات عشائرية من القاع وأصورها أنها هي الشخصيات التي تمثل هذه القبيلة أو هذه العشيرة، وهي يعني تقوم بالعمل معه. طبعا الهدف من كل ذلك هو يعني إصباغ الشرعية، يعني سواء من داعش أو من أي سلطة من سلطات الأمر. طيب واستغلال معروف يعني واستغلال العشيرة يعني كل يعني لأجنداته ومصالحه الخاصة. أستاذ معبد الحسون، لو رحت لك، أنت تعتقد في أمل اليوم بتفعيل دور القبائل في منطقة شرق الفرات في خضم يعني هاي القواعد العسكرية الأجنبية، هذول الفاعلين الإقليميين، سلطات الأمر الواقع المحلية؟ القبيلة ضايعة ومشتتة، وأنت يعني أقريت بأنه في غياب لدورها. هل نحن قادرين في خضم ضعف الحياة السياسية في تلك المنطقة أنه نفعل دور القبيلة؟ يعني يعني قبل ما أجاوبك على السؤال هذا، خلينا نقول أنه القبيلة أو العشيرة يمكن أن تلعب دور العلاقات العامة، وظيفة علاقات عامة في المحنة السورية، في الأزمة السورية داخل محافظتها. الآن هذا الدور هو دور ثقافي، دور تسويقي، لكن يراد منه أن يكون دور سياسي. يعني القوى اللي حاولت تستثمر أو تستغل العشائر حاولت أن تركز على أن العشيرة هي عبارة عن جيش سياسي أو هي فصيل سياسي أو هي ميليشيا سياسي، وهذا غير صحيح. العشيرة يمكن أن تكون مؤثرة على أبنائها، أن تكون مؤثرة على صلاتها، على علاقاتها. هذا هو الدور اللي ممكن تلعبه العشيرة. الآن نرجع لسؤالك، أنه هل يمكن للعشيرة أن تلعب دور سياسي؟ بالحقيقة يعني إذا بدك بالمعنى الاجتماعي لا طبعا، لكن إذا أريد لها أن تلعب هذا الدور، أن تتصنع لعب هذا الدور، فهذا الأمر يحدث الآن على الأرض الواقع. يعني كل يوم بنشوف نحن بيجيبوا مثلا 20-30 شخصية بيطلعوهم بفيديو بيقول لك هذول شيوخ العشائر وهم يؤيدون وهم يباركون، ونفس الشيء كانوا يسووا أيام داعش. يعني داعش نفس الأمر استغلته، كانت طالع شخصيات على الفيديوهات ويمتدعوا داعش وأمرائها والدولة الإسلامية وإلى آخره. وقبل داعش كان النظام نفس الشيء يحاول يستثمر العشيرة لعلاقاته السياسية أو لسمعة سياسية، لتحسين سمعته السياسية. إذا كان سؤالك أنه هل يمكن أن يبنى على العشيرة دور سياسي، فالجواب لا قطعا. طب ليش؟ هاي الأستاذ واصف قال لك أنه هم عندهم تجربة سياسية، وذكر لك أنه حتى عندهم فصيل عسكري سماه قوات النخبة له امتداد عشائري، وأنه هذا المشروع يعني كان ماشي حاله إلى وقت متأخر. يعني انعكاس الحالة العشائرية والاجتماعية المجتمعية بشكل عام في شرق الفرات ولا بسوريا بشكل عام، هو انعكاس لإرادات دولية متطاحنة. عندما تريد هذه الإرادات الدولية أن تشكل تكوين سياسي باسم عشيرة وباسم شخصيات من هذه العشيرة، وعندما تشكل ميليشيات وعندما تسلح وعندما تبع، فهي تملك المال وتملك هذه الإمكانات. لكن حقيقة هل هذا الدور مؤهل ومخول للاستمرار لأن يكون فاعل سياسي؟ أنا أشك أن تلعب العشيرة دور بديل عن الفاعلين السياسيين. طيب خليني أنا مؤسسة سياسية صحيح، بس إحنا بخضم إحنا ظروف منطقة شرق الفرات مثل ظروف سوريا كلها، يعني هناك تصحر سياسي، ليس هناك يعني حياة سياسية، وليس هناك يعني أفق في المدى المنظور على القليلة بتشكيل أحزاب سياسية وممارسة العمل السياسي ضمن آليات يعني العمل السياسي. بس أروح للأستاذ واصف. أستاذ واصف، أنت ذكرت إنه قوات النخبة على سبيل المثال كانت يعني ذو بعد عشائري، بس ممكن تذكر لي إنه قوات النخبة شو قدمت للقبائل في المناطق اللي هي فيها؟ وممكن تذكر لي أن قوات النخبة تحالفاتها يعني بشو ساعدت في مناطقها، سواء وقف تمدد قوات قسد، وقف تمدد البيوايدي، وقف تمدد حتى داعش؟ يعني أنت تذكر لنا جسم سياسي وبتحسبه على العشائر، فممكن تذكر لنا شو قدم للعشائر هذا الجسم؟
أستاذ عمر، أول شيء أنا ما قلت أنه التكوين هو تكوين عشائري، وإنما يتضمن التكوين العشائري لبعد عشائري. يعني المجلس العربي في عندك ممثلين العشائر وفي عندك أيضا حالة، وطبعا الكل أبناء قبائل هم بالأصل يعني. بالنسبة لسؤالك حول قوات النخبة ودورها، تعرف أنت قوات النخبة شاركت بشكل فعال في تحرير الرقة، وحتى إذا يعني دورها في موضوع تحرير الرقة أعتقد كان واضح في بالمشاركة مع مين؟ بالمشاركة مع قوات قسد صح؟ بالمشاركة مع التحالف الدولي. لا، قوات قسد جزء، وهي ما لها علاقة في ما هي جزء منها. قوات النخبة في تحت رعاية التحالف الدولي، في عند قوات النخبة وفي عند قوات قسد، وقوات قسد هم الحقيقة طالبوا قوات التحالف بإبعاد قوات النخبة لأنه صارت يعني تمارس دور إيجابي مع العشائر وفي حماية الناس وإخراجهم. حتى أنا أذكر لك حادثة بسيطة، لما دخلت قوات النخبة على حي المشلب بحربها على داعش، فأمنت بعض العناصر لحماية منزل الشيخ بشير الهويدي لأنهم يعرفون مين الناس. طيب بس أنت اليوم تعال وصف لي الواقع، هل كان في يعني لو سمحت تواصل، هل كان في التفاف عشائري حول قوات النخبة اللي تعتقد أنه هي يعني ذو بعد عشائري؟ بالعكس، ما شفنا أي التفاف عشائري حول قوات النخبة، لأنه ما يعني لأنه عكس الواقع. سامحني شوية. وأيضا قوات قسد اللي أنت من شوي يعني اتهمتها أنه هي مسؤولة بشكل ما عن اغتيال الشيخ الهويدي، بنفس الوقت كنتوا يعني كان في تنسيق في غرفة عمليات مشتركة بين هاي القوات اللي تسميها أنت قوات النخبة وبين قوات قسد ضمن إدارة التحالف، ففي مفارقة يعني. شوف يعني في أنت عندك التحالف الدولي هو عم يقود معركة تضم دول أحيانا وتضم يعني كيانات عسكرية في الحرب على داعش. هلا في اتفاق عدم اشتباك بين قوات سوريا الديمقراطية وبين قوات النخبة، هي لا، وايضا يعني ما حدثت اشتباكات بيناتهم، اما هي كانت كل واحدة تستلم قطاع وباشراف التحالف الدولي. طيب ايضا فيما يتعلق ب يعني انا راح اكمل لك الدور. الان موجودة قوات النخبة في يعني لحد هاي اللحظة في منطقة دير الزور وفي منطقة متاخمة لداعش وفي عم يروح ضحايا، وإحنا نطلب من كل الشباب يشاركوا بالأمر بدعم تواجد قوات النخبة وتوسعتها وإدخال كل الناس عليها لتكون لها دور إيجابي باعتبار هي نواة موجودة، وإذا كان فيها ملاحظات أو شيء يعني خلينا نتفاهم، خلينا نتفق إنه هاي النواة ليست نواة عشائرية، لا يمكن أن تكون ممثلة للعشائر. أنا بسألك سؤال مباشر، لو صار في عمل عسكري تركي، لو سمحت أستاذ واصل، لو حدث يعني تدخل عسكري تركي شرق الفرات، ما موقف قوات النخبة وقتها؟ تدخل عسكري تركي بشرق الفرات باتجاه ايش يعني؟ باتجاه قوات سوريا الديمقراطيه يعني في غيرها قوات سوريا الديمقراطيه يعني هناك. يعني شو راح يكون موقف قوات النخبه بعجاله يعني؟ شو الدور اللي متوقع؟ هلا في يعني هلا اذا التدخل التركي ضمن حاله دوليه ل يعني اعطيني سؤال واضح، اعطيني جواب واضح، السؤال واضح، اعطيني جواب واضح استاذ واصف. خلينا ننتقل بالسؤال. انا الحقيقه ما اعرف اتنبأ بالمستقبل. طيب يعني طيب أنا خليني اتنبأ بالمستقبل. طيب ماشي، خلينا نروح للاستاذ محمد حسان. انت شو تتوقع يكون موقف القبائل من التدخل العسكري شرق الفرات؟ حقيقة الموقف القبائل يعني خلال المرحلة الماضية او خلال فترات الصراع السوري يعني اثبتت انه القبائل انه هي يعني تتميز بصفة يعني او بميزة البراغماتية، هي متقلبة الولاءات يعني نتيجة الطرف يعني أو يعني تبني علاقات الولاء تبعها بناء على الطرف الأقوى. يعني أنا أتوقع إذا في حال حصل يعني تدخل تركي يعني بشرق الفرات يعني ممكن يعني يتم استمالة القبائل، بعض القبائل أو الشخصيات القبلية أو ابناء القبائل إلى الجانب التركي. وطبعا الكل يعرف يعني المجالس اللي تم تأسيسها بتركيا هي ذات ولاء تركي، مثل ما في موجود مجالس ممكن نشوف أستاذ محمد، ممكن نشوف اليوم القوات اللي ذو بعد عشائري ضمن قوات قسد أو تنسق مع قسد ممكن تنقلب عليها بكرة لو تدخل التركي في شرق الفرات؟
احتمال كبير جدا. طيب. هذا الاحتمال وارد يعني في طبعا في حالة واحدة. بعجالة. إذا كان التدخل العسكري تدخل جدي. إذا كان التدخل العسكري تدخل جدي ممكن يكون في. وصلت الفكرة الأستاذ. لكن أنا عندي تعقيب بس بسرعة بعشرين ثانية لو سمحت. بس بالنسبة للسؤال حول دور المستقبل للعشائر يعني سياسيا بصراحة يعني لا يمكن أن تقوم العشائر بدور سياسي حالي إلا في حالة واحدة يعني هي إعطاء زمام المبادرة للعمل السياسي أو القرار الوطني للفاعلين المحليين يعني بعيدا عن القوى الإقليمية وصراعاتها ممكن العشيرة تشتغل بهذا الدور السياسي من ضمن الشعب السوري أو طيب. هيئاته السياسية طيب. أما الأدوار المستقبلية يعني ممكن تحط لها ما ظل معي وقت أستاذ محمد أعتذر منك أستاذ محمد دور في السلام المحلي وصلت الفكرة في ختام حلقتنا اليوم لا يسعني إلا أن أشكر السيد محمد حسان كان معنا من هاتاي كذلك أشكر السيد واصف الزاب كان معنا من غازي عنتاب والشكر موصول للسيد معبد الحسون الذي كان معنا عبر السكايب من فرنسا أعزائي المشاهدين إلى هنا انتهت حلقة الصالون السياسي دمتم بخير.